الحقيقة للأسف يعني منذ سنة 2003 وإلى الآن تم يعني توقيع عدد من الاتفاقيات، ولكن بالنتيجة أنه هناك طرف لم يلتزم. ولكن باعتقادي أنه الظروف التي حصلت هذه السنة، وخاصة ما يتعلق بالأزمة المالية ووباء كورونا، بيّنت هشاشة الاقتصاد العراقي وحتى اقتصاد الإقليم، وفرضت الحالة على الطرفين اللجوء إلى الحوار وضرورة وضع الحلول النهائية لهذه المشاكل العالقة. وأنا في